هناخد كمثال الاكوليبريم عموما، والمثال ده الحقيقه هنابلاي فيه بوث ترانسليشن وروتيشن الاكوليبريم كونديشنز. هو المثال بتاع هاو تو كومبيوت الفورسز على الاكيليس تندون. لو انا بصيت على الجيومتري بتاع الفوت هلاقي عندي الاكيليس تندون بتاعي دوت موجود ماسك الكالكانيوس بون، وماسكها بقى من فوق بالايه بالتيبيا، وهي بتشيل جزء كبير من الفورسز اللي موجوده عندي هنا على الايه على الكالكانيوس بون او على الفوت عموما. بيبقى في عندي، لو انا تخيلت بقى الاستراكشر اللي انا بحسب عنده الفورسز، هو عباره عن الاستراكشر ده، هو الاستراكشر بتاع الفوت. اوكي، هيبقى في عندي هنا فورس بتشد لفوق هنا عند الاكيليس تندون، هيبقى في عندي هنا رياكشن بين التو بونز دول اللي بسميها اف بون. اوكي، وهيبقى في عندي الفورس بتاعت الرياكشن بتاعت الايه بتاعت الارض اللي هي بتبقى عباره عن الوزن بتاع جسم الانسان اللي هي دبليو. اوكي، هنا انا بتخيل ان في عندي بني ادم واقف على طراطيف صوابعه على رجل واحده، يعني على طراطيف صوابعه، بحيث ان هو يبقى هنا الرياكشن بتاع الارض يبقى هنا، وبني ادم دوت ات بالانس يعني في ستاتيك اكوليبريم. اوكي، هلاحظ هنا ان في عندي، لو انا حطيت بقى الموديل بتاعي اللي هو الفيزيكال موديل بتاعي بالشكل المبسط ده، هلاقي عندي ان في عندي ثلاثه انونز. الانون الاولاني هو عباره عن الفورس الموجوده في الاكيليس تندون، وده طبعا الجيومتري بتاعها معروف من الاناتومي اللي هو بيفترض ان هو 7 ديجريز مع الفيرتيكال، والفورس اللي موجوده بين البونز وبعضيها اللي هو الرياكشن بتاع البونز ده اللي هو اف بي، والانج بتاعتها كمان مش معروفه الحقيقه. بقيه الحاجات التانيه زي الدبليو والحاجات دي كلها تعتبر معروفه، والجيومتري برضو بتاع البروبلم ممكن هو يبقى معروف او ممكن يتقاس، مع صح لو انا صورت صوره من الراديولوجي ولا حاجه ممكن يبقى عندي الجيومتري بتاع البروبلم موجود بمنتهى الدقه يعني. فعشان نحل المسألة دي بنحط الإكويجنز بتاعة الروتيشنال والترانسليشنال إكوليبريم، ونحاول بعد كده نحل عشان نجيب التلاتة أنونز دول. طبعا احنا المسألة بتاعتنا دي كلها يعني بيسك، احنا بنتكلم ان المسألة بتاعتنا دي كلها بلينر. بلينر يبقى معنى كده كل الفورسز بتاعتنا موجودة في تو دايمنشنز، يعني في اكس وفي واي بس. يبقى معنى كده لما اجي احسب او اجي احط الإكويجنز بتاعة الترانسليشنال إكوليبريم، هقول ان السميشن بتاع الفورسز في الاكس بيساوي صفر، والسميشن بتاع الفورسز في الواي بيساوي صفر. اوكي، ما عنديش زي في الدايركشن، ما عنديش دايركشن تالت. اوكي، لو البروبلم بتاعتي معقده كفايه يبقى فيها دايركشن تالت، يبقى لازم احط كمان ايكويشن. لو انا خدت بيفوت بوينت في مكان معين يبقى اقدر احسب برضه روتيشن اكوليبريم في مكان معين. زي ما كنت بقول قبل كده ان احنا عندنا في الجزء بتاع الروتيشن اكوليبريم الجزء بتاع السميشن اوف توركس بيساوي زيرو، بختار البيفوت بوينت بحيث ان هي تسهل لي البروبلم. فلو انا بصيت للجيومتري بتاعي هنا ده هلاقي ان في عندي حاجه ظريفه جدا ممكن اخدها في اعتباري عشان اختار بيها البيفوت بوينت بتاعتي فين. هلاحظ ان اتنين من الانونز بتوعي اللي هم عباره عن اف بي وثيتا، الاتنين في حته واحده والاتنين ابلايد عند النقطه دي. فمعنى كده لو انا اخترت النقطه دي بتاعتي ان هي تبقى البيفوت بوينت، يبقى معنى كده انا شلتها من الايكويشنز بتاعتي، لان بيسكلي الارم بتاع الفورس دي، الارم بتاع التورك بتاع الفورس دي هيبقى بيساوي صفر لانها بتمر بنفس النقطه بتاعت البيفوت. اوكي، فمعنى كده لو انا بصيت على الشكل بتاع اللي موجود هنا دوت، انا بحسب بقى الفورس اللي هي البربديكولار فورس في الارم بتاعها عشان احسب التورك اللي جاي لي من اف تي، والفورس برضو اللي هي جايه لي من الدبليو بالارم بتاعها عشان تحسب لي الايه التورك اللي جاي من دبليو. اوكي، فيبقى عندي الايكويشن دي بيسكلي ان انا عندي 10 تايمز دبليو ماينس، لو انا اخترت الدايركشن اللي هو كاونتر كلوك وايز ده هو البوزيتيف، يبقى معنى كده الدايركشن اللي هو العكس كده بقى اللي هو كلوك وايز يبقى هو ده نيجاتيف. يبقى معنى كده يبقى عندي الديستنس بتاعت اللي هي 5.6 سنتيمتر تايمز الفورس، طبعا لازم تكون بيربنديكولار على الارم دوت اللي هي بتبقى اف تي كوزاين 7 ديجريز عشان تجيب لي البيربنديكولار كومبوننت او الفيرتيكال كومبوننت بتاعتي بتاعت الايه بتاعت الاكيليس تندن. من الايكويشن دي بلاحظ حاجه مهمه جدا، ان انا عشان اخترت الاختيار بتاعي بتاع البيفوت بوينت بتاعتي هنا وشالت لي التو انونز اللي مش موجودين عندنا في الايكويشن دي، هنلاقي ان احنا نقدر نحسب على طول اف تي بتساوي كام، نقدر نحسب الفورس اللي موجود عليه في الاكيليس تندون بتساوي كام مباشره. وانس ان انا عملت كده خلاص بيبقى بص بقى الترانزيشن اكوليبريم في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي، بحسب البالانس بتاع الفورسز اللي موجوده عندي. اوكي، واقدر بعد كده يبقى في عندي تو ايكويشنز تو انونز، اقدر احسب الاف بي والثيتا بيساوي كام.